السلام عليكم بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مشاهدي الكرام متابعي الأوفياء قناة زوزي التشاوية اليوم جيتكم بوصفتين هي وصفة الخبز بالجبن وجيتكم برزيمات تاع السردين طيبوهم يجيو بشكل جديد ومنظر يعطيكم منظر تقدروا تديروهم بالانصوص ولا تحقدموا مع سلطة كيما تحبو هذا هو الخبز تاعنا واذا كنت اول مره تشوفي قناتي وعجبك هذه الوصفات ما تنساش ديري جيم لا فيديو ما تنساش ديري ابوني للقناه وما تنساش بارطاجي مع صحاباتك باش يستفادو حتى هما يلا نشوفوا مع بعض الوصفات تاعنا والمقادير واش نحتاجو فيها اول حاجه راح نبداو بالخبز تاعنا باش يتخمر نحتاجوا مغرف تاع خميره مغرف تاع سكر كبيره تاع الماكله نديرو مغرف كبيره نديرو مغرف تاع خميره تاع الخبز كيما راكم تشوفوا نحتاجو كاس تاع تاي هذا صغير حليب دافي ونحتاج كاس كبير تاع الماء يكون دافي بطبيعه الحال كما راكم تشوفوا راح, راح نخلطو كل شيء مع بعضه ونخليوهم راح نضيفو باقي المكونات واش راح نحتاجوا في هذا الخبز الثاني نحتاجوا مغرف تاع خل وثاني نحتاجوا كاس تاع هذا اللي كيلنا به أه الحليب تاعنا راح نكيلو به الزيت وراح نضيفوه ونخلطوا كامل المكونات مع بعضهم باش يندمجوا المكون تاعنا الاساسي هو الخل الخل في المعجنات ديال البنات يعطيكم يعني يعطيكم معجن تاعكم ولا الخبز تاعكم ولا المخبوزات تاعكم تجي خفيفه وهشيشه راح نضيفوا يعني ملعقه صغيره تاع جلجلان ملعقه سانوج وملعقه تاع بذور وراح نضيفوا ثلاث كؤوس تاع الفارينا كما راكم تشوفوا الكاس اللي كيلنا كي به الماء المره الاولى راح نكملوا نكيلوا به الفارينة اذا كنت تخافي يعني ولا كنت مبتدئه اول مره تدخلي الكوزينه ولا وخفتي يعني العجينه تاعك تجيك يابسه يا يعني بالنسبه للخبز هذا العجينه تاعو تجي طريه ويعني تتلاصق شويه في اليد ضيفي زوج كؤوس والكاس الاخر الثالث ضيفيه بالتدريج حتى تلمي العجينه تاعك وتشوفي يعني القوام تاعها كما راكم تشوفوه هنايا راني نخلط بالمغرف باش ندخل كامل الفارينة تاعي بعد ما نحل المغرف تاعي راح ندخل يدي باش نشوف القوام تاع العجينة تاعي يعني هيك بالمغرف مانيش راح نشوف القوام تاع العجينة تاعي اذا خاصها فارينة ولا لا لا ونبقى نعجنها مليح مليح يعني حاولي انك تعجنيها مليح ملح بيدك باش تدخلي هذه الفارينة وهذيك العجينة كل ما عجنتيه يعني راح يعطيك نتيجة اروع اذا كانت عندك بيترا احسن واحسن كما راكم تشوفوا بعد ما راح نعجنوه راح نخليه يرتاح مده 45 دقيقه اذا كان الحال بارد واذا كان الحال سخون حوالي من 25 لنص ساعه باش يخمر هذا الخبز تاعنا راح نغلفوه بالبابي فيلم كما راكم تشوفوا وبالورقه الشفاف ونغطيه ونخليه يخمر بعد ما نخليو الخبز تاعنا يخمر راح نجيبو حبه بيض جيبو فرماج ونجيبو الجبن اي جبن كان عندك حب حبات ولا عندك تاع البيدون ديريه نديرو البياض البيض مع الجبن والكزبر تاعنا والمعدنوس والصفا نخليوه باش ندهنو به الخبز تاعنا راح نخلطو هذا الخليط تاع الفرماج والمعدنوس والدبشه تاعنا نخلطوهم مليح وبياض البيض باش يتجانس القوام تاعو ونضيفوه في الخبزه تاعنا كيما تشوفو هنايا بعد ما خمر لي الخبز تاعي شوفو طلع لي مليح خليته حتى تخمر لي مليح مليح وراح نهبط له الخموريه تاعو ونعاود يعني نخلطو شويه نهبط له الخموريه ونقسمو على زوج هنا انا درت زوج خبزات هذه الكمية تقدر تدير لك بلات تاع ثلاثين على اربعين يعني تديريها كامل في بلال كبير انا قسمته على زوج يعني درت بلا صغير والباقي درتو خبزة عادية كيما راكم تشوفوه هنايا تشوفو يا البنات العجينة تاعها تمشي كيما تحبي نعجنوها على ورق الزبدة لازم ديري ورق الزبدة ونعجنوها ونخليوها ترتاح مدة 25 دقيقة باش تضاعفنا الحجم بعد ما يتضاعف الحجم تاعنا راح نجيبو هذا اللي فيه الماء كيما راكم تشوفو ونطبعو به باش نديرو الحفرات راح نحشيو فيهم الفرماج كيما راكم تشوفوا يجي شكله يشهي ما شاء الله ما تشوفوا العجينه تاعي راهي رقيقه وبعد راح تزيد تخمر راح تجي ما شاء الله مع الفرن فيها الخميره راح تزيد يتضاعف الحجم تاعها هنا راكم تشوفوا في العجينه تاعي رقيقه بصح العجينه ما شاء الله نتمنى انكم تجربوه وتدعوا لي آه هذه هي الوصفه تاعنا اللي كنت حابه نفيدكم بها كاين بزاف اللي يحبوا الخبز بالفرماج راهو يتباعوا في المخابز بزاف تخدميه في الدار احسن واحسن تقدري تاكليه مع سوب مع الشوربه كيما حبيتي آه هنايا آه كي بعد ما ثقبت هذيك درت بالكون تاع الكونجيلاتور كيما راكم تشوفوا راح نجيب مغرف صغيره ونحاول نوزع الحشوه تاعي بكميه كما راكم تشوفوا لازم مغرف صغيره وتحاولوا توزعوا الكميه تاعكم تاع الفرماج والمعدنوس والخليط هذاك تاع الجبن اللي درناه والبياض البيض على كامل الثقب هذا كامل تاع الخبز تاعنا وعلى ضفنا كامل تسالوا ولا يقول لك علاه ضفنا بياض البيض لهذا الخليط باش يحكم روحو وما يخرج كاين فرماج واحد يذوب يخرج بصح هذا يخلي روحو حاكم يعني يخلينا هذيك الحشوه حاكمه روحها ما تخرج كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما حشيتها كامل هنا قربت لكم هنا بما انه مانيش راح نضيف يعني راح نزينها بالسانوج ولا ججلان ضفتو لداخل باش يعطينا بنه هنايا هذا هو الخبز تاعنا بعد ما حشيته كامل راح نجيب صفار البيض باش يجيكم اللون تاع المعجنات تاعكم تبري تطبرك ضيفوا لها ملعقه صغيره تاع خل ولا ملعقه صغيره تاع الزيت عاديه ودهنوها وراح تعطي لكم اللون ولمعان هايل هنايا راح الفراغات هذوك كامل بصفار البيض كما قلت لكم استخدموا هذه التقنيات تاع مغرف خل في خلف في الصفار راح يعطي لكم لمعان للخبز تاعكم بعد ما دهناه راح نضيفوا الجبن تاعنا هذا المبشور تقدروا ديروا اي نوع تعجب يعني ماشي راح نتحكم فيه فيكم ولا نقول لكم ديروا هذا النوع ديروا النوعيه اللي تساعدكم الغاليه ولا الرخيصه هنايا نروحوا للطبق تاعنا اللي هو رزيمات تاع السردين بالارز راح نجيبوا السردين تاعنا بعد ما نقيناه ونظفناه راح نضيفوا له بيستعنا اللي هي ثوم ملح كمون وشوية فلفل اكحل حلو شوية كسبر يعني حاولوا انكم تكثروا الكمون كما تعرفوا بلي السردين والحوت يشتي دايما الكمون المكون ولا آه بيس المهمين هو الكمون في السردين هنا يعني نخليهم نخلطوهم كما راكم تشوفوا اذا ما عندكش ثوم بودرة تقدر تضيفي ثوم مرحية هنا السردين تاعنا نقيوه بعد ما نقيوه البنات نحولوا هذا اللي يعني الزعنف تاعو لجوع على لانه راح نديرهم رزيمات وراح ناكلهم كامل يعني من الاحسن اننا نحيوهم هذا الزعنف في كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما سخنت مغرف تاع الزيت ومغرف تاع الزبده راح نضيف البصله تاعي والثوم ونضيف الزروديه تاعي راح نخليهم يتقلاو حتى يذبلوا لي مليح مليح هنا تقدري ديري السلق ولا ديري ديري الحشاوش اللي عندك كامل ديري الزيتون ديري واش حبيتي ديري هنايا المول تاعنا جبت هذا تاع لي كيك كاب كيك جبتو ودهنتو بالزبده وراح نرشو يا اما بالفرينه كيما تحبي انت ولا بال بالبسميد كيما نديرو السردين تاعنا عادي هنا يا رشيتو بالسميد يعني دهنتو مليح مليح باش ما ليش السردين كيما تعرفو يلصق اللحم تاعو تمثم تلصق هنا يا بعد ما تقلاتلي لي هذيك الخضره تاعي راح نضيف لها لي زيبيس تاعنا نفسهم اللي ضفتهم للسردين راح نضيفهم هنايا وراح نزيد نضيف الرز تاعي اللي طيبته في الماء هنا تقدروا ديروا السلق كيما قلت لكم تقدروا سكالوب اذا كان عندكم هو من الاحسن يعني اذا اذا قدرتي ديريه واذا ما تقدريش ما كان لح. هنايا جبت السردين تاعي بعد ما تبلته وداليت تبيله هذيك راح نحطو ونستفو كي ما راكم تشوفو راح نديرو شكل تاع رزيمات نحطو طرف بطرف حتى نكملو كامل المول تاعنا وكامل الحبات تاعنا اللي عندنا تاع السردين تقدري ديري كميه كبيره بالنسبه للتقديم انا قدمته مع السلطه فقط يعني كيما تحبي انتيا دي. تقدري ديري صوص تاع طوماط تقدميه معاهم وديريه فريت تقدري تقدميه مع الفريت كما قلت لكم ديروه مع السلطه تقدموه ديروا صوص تاع طماطم اي حاجه ولا تقدميه كما قدمته انايا غير مع السلطه ولا بلا سلطه خلاص تحطيه كل واحد كيفاه يحبه وكيفاه يحب السردين تاعو هنايا انا عطيت لكم الطريقه وباقي عليكم انتو ما تقدروا طيبوه كيما حبيتو يعني قدموه كيما حبيتو نتوما هنايا بعد ما طابلي الروز الرز تاعي ودا البنه تاع لي زيبيس هذوك راح نحشيه نحشي به هذا الرزيمات تاع السردين تاعي ونعاود نغلق على شكل رزمه هكا يعني طبقه فوق طبقه يعني حبه فوق حبه باش يعطينا هذاك الشكل تاع الرزمه ونحطه في الفور قبل راح ندهنوه بشويه زيت فيها شويه ملح وشويه تاع آه تاع الثوم مرحيه وندهنوه ونحطوه في في الفرن تاعنا ونخليوه يطيب هو الحوت تاعنا ولا السردين تاعنا ماهوش راح يدي وقت كبير بزاف ماكسيمو 15 دقيقه راح يطيب لكم ويتحمر وتنحيو حاولوا انكم كي تنحيوه كي راح تلقاوه تلاصق شويه حاولوا بالموس تنحيوه بالعقل وتقدموه وشهيه طيبه وان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه هذو هما وصفاتنا لنهار اليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم وتستفادوا منهم وتجربوهم ما تنساوش تدعيولي كانت الوصفه تاعنا الاولى اللي هي خبز بالجبن والوصفه الثانيه رزيمات تاع السردين محشيين بالارز ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم ما تنساوش اذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي ما عليكم غير الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما جديد وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين واش راح نقولكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم